متظاهرو مدينة الناصرية بمحافظة ذيقة باتوا مضرب مثل بالصمود وتحدي إرادة قمع القوات الحكومية والميليشيات لحراكهم الذي يتنامى وتزداد قوته يوما بعد آخر. معتصمين وباقين رغم اللي الطف الثانية اللي انعادت هنا بالناصرية، رغم المآسي رغم الحرق اللي صار عندنا هنا، احنا مستمرين. وخلا وصل لرسالة طبعا انا هنا اريد اقول له ترى انت لا تحرق ولا تخوفني برصاص ولا تخوفني بدم ولا تخوفني بقتل ولا حزبك يخوفني، وان شاء الله احنا منتصرين ولا تخوفنا ترى لا رصاص ولا رمي ولا شغب يخوفنا ولا اي شيء. ناصرية ناصريتنا والساحة ساحتنا والمطالب مطالبنا. ويؤكد المتظاهرون ومنهم شريحة الطلاب أن إضرابهم عن الدوام سيستمر حتى تحقيق مطالب الثورة التي ينشدون أن تكون الحضنة الدافئة لآمالهم وطموحاتهم. احنا طلاب حاليا متوقفين عن الدراسة، وإن شاء الله يوم تنتصر الثورة إن شاء الله نرجع لمسيرتنا الدراسية ونكمل مستقبلنا ونحقق الأحلام. أنا عايف مدرسة طالب خامس أحيائي ومن أهل الغراف على مدى صفواننا المجاهدين، يعني خلي السنة الفاتت تقعد بصف نظيف برحلة نظيفة لإدارة الترتيب السلبيات الأساسية كلها راح نحققها لك بهاي المطالب. أهالي الناصرية يؤكدون كذلك أن حراكهم ضد الأحزاب الحاكمة سيستمر حتى إسقاطها والنظام الذي احتضنها، بالرغم من القمع الحكومي والميليشياوي الذي تخطى كل الحدود. تعرضت خيام المعتصمين هنا في ذي قار إلى ميليشيات مسلحة من قبل العصابات، وهذا لا يزيدنا إلا فخرا واعتزازا بشبابنا اللي متواجدين، لا يزيدنا إلا عزما على مواصلة الثورة السلمية التي خرجنا من أجلها. سوف نواصل مسيرتنا مهما بلغت التضحيات، لقد استخدموا كل أساليب التنكيل فينا، الخطف والاغتيال والقتل المتعمد، لن يزيدنا إلا أسرارنا. سوف نواصل بعزيمة شبابنا وعزيمتنا الكل إلى أن تحقيق أهدافنا في التغيير. مو هيك سوى بنا، أنا مريضة صار لي يومين، ليش قلبي يوجعني خال؟ ليش هيك؟ ليش الجام كله تفطر عين الكسر؟ جيراننا عدة أطفال نزل جوا من شغل قلبه، نزل أطفال أربعة عدة، والجام ماله كله طب رصاص البيت. ليش؟ احنا بالحبوب السبيان البارحة والبحر، ليش تشريه؟ شو مسوي؟ شباب يردون حقهم، اعطيهم حقهم. هسه ما قايل لكم ومريت حقنا وكل شيء، انتم مكانه شيلون خيامهم الباكر، اعطيهم حقوقهم. ليش تشي؟ الصبر والثبات. يؤمن متظاهرو الناصرية كغيرهم من المتظاهرين الصامدين في ساحات العراق أنه السبيل الوحيد والأقوى لتحقق مطالبهم بالرغم من تصاعد حدة القمع، واضعين نصب أعينهم وطناً خالياً من التبعية والفاسدين.